والتداعيات انت احداث سبتمبر اذا نسيتوها ايها المغفلون، اعتبرتوا من انه تداعيات تاع احداث سبتمبر راحت فانتم لا علاقه لكم بالسياسه. لما ضربت امريكا الغرب كامل تحرك معاها، لانه عارفين من انه المستهدف هو ليس امريكا وانما المستهدف هو الغرب كله، وبالتالي لابد هذه الدول ان تسقط دوله بعد الاخرى، تسقط دوله بعد اختها. سقطت افغانستان، لحقتها العراق، والان الدول راها دوله بعد اخرى. النظام في ليبيا هو مش القذافي، القذافي هو رأس هذا النظام. النظام في تونس هو ليس بن علي، وإنما بن علي هو رأس النظام. النظام في سوريا هو ليس بشار الأسد، وإنما بشار الأسد هو رأس النظام. هناك فرق بين النظام وبين رأس النظام، وهناك فرق بين إسقاط رأس النظام وبين إسقاط النظام ككل. إسقاط النظام ككل يتطلب قوة تاع جيش، ويتطلب قوة تاع إعلام، ويتطلب قوة تاع سلاح، ويتطلب قوة تاع مال.